وهالحلقة اللي رقمها 42 راح أحكي لكم عن الأب الشاعر يوسف سعيد اللي ذاع صيته بالعراق وهون وبكل العالم، وكان من أوائل من كتب النثر، وكان صوته فعلا شاعري جدا مع بحة حلوة كتير. شكله نفسه يعني لما واحد يطلع فيه ويسمعه يحس أمام رهبة شعرية نثرية مدموجة وممزوجة بالصلاة والتراتيل والسماء. يعني واحد ما بيعرف شو بيحكي، لكن كان لي الشرف أنه أكون صديق له ونشترك مع بعض بلجنة واحدة، لجنة الأدب والفن اللي سويناها بسودرتيل، وسويت حلقة كاملة عنها. كان معنا المرحوم كمان حنا الحايك، وكان معنا جوزيف قسطان، كان معنا يعقوب برصوم، وبعدين يجوا بعض الأصدقاء كمان انتسبوا معنا. بيوم التأبين اجتمعنا من ألمانيا ومن عدة دول، وهاي صورة. وكل واحد ألقى كلمة، وناس في حكوا وناس عزفوا. يعني يوم تأبين كان يليق بالشاعر الباقي في الذاكرة لأبي يوسف سعيد. وهلأ راح أفرجيكم فيديو سجلوه بنفس اليوم، يوم التأبين، بدنا نشوفه مع بعض. وهو الشاعر الياس عنتر فليتفضل. أسعد الله مساءكم جميعا. كما وعدنا اللجنة ونوعدكم أيضا بأننا سنصمم موقعا خاصا يمكنكم أن تضعوا ما أردتم من صور وذكريات وقصائد وكل شيء في هذا الموقع الذي سيكون خاص للمرحوم. أنا ما بعتقد، أو دائما أقول، الأب الشاعر يوسف سعيد لم يرحل، إنه باق في قلوبنا دوما. الكاهن وبحار القصائد، أيها الشاعر المجيد، يا كاهن الكلمات السرمدية، كنت دوما تستشعر وتجيد بالنور والنار، بالنور والنار وتلك الثعابين التي كنت تراها تتدلى من الأسقف دون أن تحيد. يا أبانا المخضرم، يا وجها شامخا يومئ لكل قواميس الكلمات، يجمع الأشعار وصلبان الكنائس وزيت القناديل لترتعد به روح المريد. قلت مرارا أراقب كوكبا كبيرا متمنيا الاتقاء إلى دياره، فها أنت ذا هناك في الكوكب الكبير ترتقي وتسبو في دياره، تكتب الأشعار حول أحواضه السماوية وزنابقه الغريبة. يناديك دجلة مع سنادقه في كل المساءات لينام في سفوحك كما قلت. ما هذا الخيال الجامح الذي ينتشي في صدرك يا أبا غيث؟ ما هذا الخيال الجامح الذي ينتشي في صدرك يا أبا غيث؟ أجل، بدأت العوالم الأخرى تناجيك لتنثر شجونك هنا وهناك.
لتفرش عبق قصائدك المغموسة بمياه الأنهار، لتحول وجهك الفراتي إلى قوافل من الوشوشات والهمسات. لن ننساك ولا نقوى، لن ننساك ولا نقوى على التخلص من صوتك الأجش الموزون بمقامات الغناء ومناجات السماء. لن نحيد عنك، بل سنناجي روحك دوما في سراديبنا المقدسة. سنرسم تلك الملامح الشاعرية في دفاترنا، سنهمس لك دوما أجمل قصائدنا، وسنستمع إلى صوتك القادم عبر الأثير، لنعيش في تلك العوالم التي حلقنا فيها معا، وننقش تواريخ الذكريات على أحجار المكان. فأنت الأرض والخضاب والجبال، ونحن نسمة عابرة في هذا الزمان. من وشم كل هذه الفسيفساء اللونية في ذاكرتك المعبأة بدهاليز التراتيل والصلوات المشتعلة مثل شموع الرهبان والراهبات؟ كم من القصائد اتكأت على خاصرة رؤاك؟ أي يراع نزف ونثر الأحرف في سماك؟ يا قديس الأحرف والكلمات، السفر داخل منافيك البعيدة توه وضياع، السفر داخل منافيك البعيدة توه وضياع، ترك نقاط دمك على جوانب محبرتك تشبيه بليغ كلل بتاج الإبداع. بعض هذه النقاط تنساب كدهن مهراق، بلاغة لم تدون بأي يراع. لن أقول وداعا، لأن صوتك المحشرج، كلماتك المقدسة، حروفك المرتعشة في الأرض تخترق الجدران، تسكن في الأسماع، تبلسم الأرواح، وتطيب أشد الأوجاع. وشكرا لكم. أشكر الشاعر إلياس عينتر على قصيدته وعلى تطوعه بإنشاء موقع خاص بالأبي يوسف سعيد. وهيك كان هذاك اليوم يوم من التاريخ فعلا، ولازم أسجله وفضي هالراس شوي مذكراتي. وأقولكم باي باي.